ليلة لم تنم فيها مصر، وانتهت ببيان القوات المسلحة في 3 يوليو بعد انقضاء عام كامل من حكم جماعة الإخوان. انتفض الشارع المصري على هذا الحكم المستبد، عبارات ارحل ويسقط، يسقط حكم الإخوان. تجو الشوارع من مختلف فئات المجتمع، بدأت من ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية، وامتدت إلى مختلف المحافظات للتخلص من حكم مرسي، لعلمهم أن القرارات التي كان يتخذها مرسي خلال حكمه كانت من مكتب الإرشاد ووفقا لمصلحة الجماعة وليس الشعب. حتى دقت الساعة 9 يوم 3 يوليو، وأذاع التلفزيون المصري البيان المنتظر، بيان المشير عبد الفتاح السيسي قائد الجيش ووزير الدفاع حينها، بعد أن دعا فيه نخبة من رموز المجتمع، والذي حضره شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا توادرس الثاني وغيرهم، ورفض حضوره قيادات الإخوان. سبق الاجتماع بساعات خطاب لمرسي يرفض فيه مطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بل وذكر كلمة الشرعية وتمسكه بها عشرات المرات، حيث جاء خطابه مخيبا لأمل المصريين، بينما جاءت كلمات السيسي في اليوم التالي حاذمة، والتي استنشق بها المصريون نسائم الحرية، وأعلن خلاله عزل محمد مرسي ووضع خارطة الطريق لمستقبل البلاد حتى تسترد عافيتها بعد محاولات الإخوان لتشويه ملامحها وحضارتها، واتخذ العديد من القرارات لتصحيح المسار. والذي قال فيه الرئيس السيسي: شعب مصر العظيم، القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني. لقد استشعرت القوات المسلحة أن الشعب الذي يدعوها لنصرته يدعوها للخدمة الوطنية والحماية الضرورية لمطالب ثورته. لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية. لقد كان الأمل معقودا على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب، الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسؤولياتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية. اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدا وينهي حالة الصراع والانقسام. وحدد السيسي خلال البيان مجموعة من القرارات لرسم خارطة الطريق، وكان أبرزها: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخابات رئاسية جديدة، تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية لإدارة المرحلة الحالية، مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام، اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة، تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية.